ايه تقييمك لقيس حياته؟ هو اولا من اعمدة الفساد في الفيفا، وانا اصلا يعني اي حد من ساعه ما اتولد واحنا لاقينه في الفيفا اول مره في التاريخ تحصل، ده كده حدث تاريخي اللي هو يسيب الفيفا في الاتحاد الافريقي واحمد، لا احمد يمسك مكانه. تعرف ايه عن احمد؟ رئيس الاتحاد الموريتاني. والله تقييمي ان هو كفايه كده، او 30 سنه حارم الطبقه المتوسطه من اذاعات المطوشه الافريقيه وحاجات زي كده، وفي نفس الوقت يعني عايز اقول لك كان في دماغه ان يتم نقل الاتحاد الافريقي من القاهره لبلد تانية وحاجات زي كده، وفي نفس الوقت يمكن الاثار المشكله دي كلها حته المستهلك وكلام من ده لما رفعوا قضيه، وبعض الناس في اتحاد الكوره طبعا كان قالوا ان احنا ان الكلام دوت اللي اثروه هم اللي وصلوه طبعا اللي احنا فيه، وان احنا طبعا هنبص لين ينقلوا الاتحاد الافريقي، ان هي مع ان اساس الاتحاد الافريقي كان القاهره فلازم ننقله من البلد دي بسبب ان ايه اثروا المشكله دي. وطبعا دلوقتي الناس ابتدت تغير الكلام، اتضح ان ايه لا ده احنا كنا صح واحنا اللي وقفنا ضده واحنا اللي وصلنا طبعا رئيس الاتحاد الافريقي الجديد لكده، فتحس ان في تضارب في الاقوال بين الاثنين، وطبعا ده مش مظبوط. وكفايه نقول برضو كفايه على حياته كده 30 سنه كفايه قوي يعني. بصراحه عصر الفساد انتهى، هو عمل اللي هو عايزه وخد كاس العالم، خد كاس افريقيا معلش، فانا متفائل خير باحمد الجديد. شايف ان قيس حياته فاسد ولا طور الكره الافريقيه؟ طور ايه ده، دمرها خالص. قصدي كملاعب وكده، ما يعني ملعب مثلا زي اللي احنا كنا بنلعب فيه مصر في افريقيا في الجابون، ما ملعب ايه ده، ما فيش مش ملعب اساسا. هو كان شايف ان هو ساعد في تطوير الكره في افريقيا شويه، بس كان بمعدل بطيء وكان فساده مش ملحوظ، او لو كان فساده كان بنسبه قليله، بدليل ان هو ما دخلش في طعم الفساد اللي كان متسبب فيها بلاتر رئيس الاتحاد الفيفا يعني. انت درست الاتحاد الدولي؟ لا الصراحه لسه مش عارف، عشان لسه منتخب يعني، فلسه ما اعرفش عنه كتير يعني. كان طبعا في فساد في الاتحاد الافريقي واضح، في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي في بدايه اصلاحات، بس احنا اهم حاجه نشوف الاتحاد بتاعنا برضو لسه زي ما هو، يمكن اوحش من الاول كمان. تعرف ايه عن احمد اللي كسب ال ولا اي حاجه غير ان هو كسب، انما حاجه يعني قد يكون دي بدايه جديده هيبان بقى يعني، ما اعتقدش ان قبل شهر او شهرين عشان يبقى اي تغيير يعني. والله احنا كنا بنحس اللي هو انتمائه للدول الافريقيه اكتر، كان في بطولات كتير كان بيعملها تبقى تنظيمها حلو وكل حاجه، بس هو مسك اكتر وقت زياده الصراحه اكتر من وقت. تعرف ايه عن الرئيس الجديد احمد من مدغشقر؟ لا انا الصراحه انا اول مره اسمع عنه، بس اسمه احمد يعني زينا.